بارك الله فيكم. استاج ممتاز جدا، استاج يوسف بن علي. الماجد يوسف بن علي انسان اللي تعب برشا في حياته، تعب برشا في كاريره، والى حد الان مازال تعب. بادره طيبه جدا، نلموا الملاعبيه الصغيرات هذوما، نلموا الملاعبيه الكبار اللي يلعبوا في الترجي، اسم الغاوي، لي زونسيان كيما عماد دبابي، كيما مراد وحسام حمام، كيما شاد الجايد، وكلهم جاوا وكلهم حضروا. هذا حاجه مهمه جدا. الاورجانيزاسيون اللي بارفيت، يوسف لم بها عباد محترمين كيما منصر بن عامر، بديس، ولا معتز، ولا الولاد الكل، حسين. هذا كله ما يزيد كان ايفوليسيون وبرفكسيونمون للستاج اللي عمله يوسف. ان شاء الله البدره هذه تتعاود برشا مرات. سي سور كيل سي تانفيستي في الستاج هذايا، شفنا برشا نظام، شفنا برشا معناها انفستيسمون حتى ماتيريال. ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله يعدي شويه من اللي عداه هو الكرة اليد، من اللي خذاه من عند العباد الاخرين، يعدي هو الصغار هذوما. وان شاء الله شفنا اليوم السنه يمكن 40 ولا ابوبري 40 صغير، عم جاي لي مالي يتعمل على اكثر ايامات، يتعمل على اكثر صغار، يتعمل بتيتر على دي بيريود تريز امبورتون بالنسبه لنا احنا الهونت. الشيء هذا اللي يعمل فيه يوسف وعدة مناسبات واحد اخرين، كيف تحسينا اليوم فما عائله كبيره تاع كره يد. يوفا سيزون، ناس تربح، ناس تخسر، ناس تتعادل، ناس تطيح، ناس تنسى بطولات. البريز امبورتون راهو الهوند هو عائله تلم الناس الكل، نظيفه، مش كيما الحقيقه دوتر سبور. هذا هو السبيسيفيستي تاع الهوند، وهذا اللي جسمه اليوم يوسف في الستاج نتاعو. موفق ان شاء الله، نهنيه ونهني ليكيب اللي تخدم معاه. نحب نقول قبل كل شيء، من يوسف الصلبيه تاعو عنده من 3 ولا 4 شهور، وحكى لي على الفكره هذه. انا شجعته خاطر نقول من المبدا انسان وقت ربي اعطاه وربي معناها حتى جمعيته ولا الثالث القومي ولا بلاده يلزم يرجع لها. تريز امبورتون هذا اللي عمله يوسف، معناها هذا ترجيعنا شويه من اللي اعطاته هالبلاد. ويحب يوصل المعلومه، نحب نشكره هو ونشكر كل من لبى الدعوه، خاطر شوف برشا وخيان وزملاء مدربين ولا لاعبين قدامى كانوا موجودين في التجربه هذه، حتى تحسسك الصغيرات هذوكم معناها كرة اليد ولا عائله، ودورت لي عائله. شفت انت من جميع الفرق موجودين، وتحسك اللاعبين هذوكم يحبوا اللعبه هذه. ونحن اهم شيء بالنسبه لي، نحن عندنا لعبه نحبوها واعطتنا برشا، على الاقل اللعبه هذه نعطيوها حقها ونحاولوا باش نمسوا اكثر عدد ممكن من العباد. ما نجم نقول كان بارك الله في يوسف بن علي وكل من لبى الدعوه.